مكملين مشاهدينا فوق 18، وطبعا منحب تشاركونا على هاشتاك فوق 18 على وسائل التواصل الاجتماعي. صار معنا بالاستوديو زميل اعلامي تقرب من الدين، طبعا عرف مهنيته وتقرب من الدين ودرس الشريعه واثار الجدل حول مواقفه الدينيه والمهنيه اللي اختلطت ببعضها، حسين خريس. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم. عرفت صح؟ هلا انا ماني دارس شريعه ومجاز بالشريعه، لا، انا تلقيت العلوم الدينيه في بدايه حياتي عند الشيعه وبعدين عند اهل السنه والجماعه. وين لقيت حالك اكثر؟ عند اهل السنه والجماعه. حضرتك اليوم سني، مسلم سني؟ نعم، انا لقيت نفسي، لقيت ان القران، ان اهل السنه والجماعه يعملون بالقران ويعملون بالروايات وبالسنه النبويه الشريفه بالسند المتصل. والشيعة يعني باختصار، ما فيني أنا أحكي عن الشيعة، أنا ما وجدت نفسي هناك. بس لأنه عم قلك، أعطيني سبب هيك يعني مقنع. أكثر من سبب، يعني مثلا في اعتقادات كتير موجودة عند الشيعة هي اعتقادات برأي أهل السنة والجماعة تخالف القرآن الكريم. برأيك؟ وما عندي رأي بالدين، ما في رأي، ليس الدين بالرأي، إنما في علماء ونأخذ العلم بالتلقي. بس أنا كل بيئتي هي شيعية وأهلي هن شيعة وعادية الأمور يعني. أنت متشدد دينيا؟ أنا كيف يعني، يعني كيف كيف نعرف المتشدد؟ كيف تعرف المتشدد؟ أنا عايش بالأشرفية، أنا كنت في مدارس غير مسلمة، أنا العالم بتوصفني بالمتشدد لأسباب عدة. أنا لا أساير ولا أداهن ولا أجامل أي أحد من غير المسلمين فيما يخص مناسبة لديه عقدية عقائدية. عيد فكرية. الميلاد بتزين شجرة؟ أكيد لا. ليه أكيد ما إلي علاقة فيه؟ تتصور حد أنا شجرة؟ أنا مسلم؟ لا أكيد لا. ليه؟ شو بيأثر عليك؟ شو بيأثر على إيمانك، على التزامك الديني، على إسلامك؟ كل ما له دلالة عقائدية. نعم. عقدية عند غير المسلم أنا لا يجوز لي كمسلم أن أتبعها أو أن أداهن بها أو أن أساير بها. مين أو بيقول أن أجامل بها؟ مين بيقول الإسلام؟ هالشي؟ أنت ما بتعايد حتى أصحابك المسيحيين بعيد الميلاد؟ لا، لا أبادر إلى قول ولا أقول ميري كريسمس. مش إقصاء أبداً. للآخر كل عام. لا، أنتم مش إقصاء للآخر، بالعكس، هذا تجنب نفاق على الآخر. أنا لا أقول شو بينقص من إسلامك إذا قلت ماري كريسمس أو زي أو كلمة ماري كريسمس لها دلالة ميلاد عند مجيد. غير ميلاد مجيد. كلمة ميلاد مجيد لها دلالة عند غير المسلمين. بتنقص من إيمانك؟ أنا عم تناقض إيماني، تناقض عقيدتي. أنا إذا ولا بد أنه أحسن إلى غير المسلم بالرد عليه وأن أريه جمال ديني وجمال أخلاقي وسلوكي الإنساني، ما بينحصر بس انه عايده بعيد الميلاد. رامي شو بدك تعرف يا صديقي حسين؟ بيعرف رامي قديش عشرتي انا وياهم وانا واهم اصدقائي. ما بتفوت على كنيسه اذا انعزمت على عرس؟ اكيد لا، اكثر اصدقائي هن غير مسلمين. ما بتدخل على كنيسه؟ اكيد لا. بس حسين نحن بدي اوقفك، ليه ما بتدخل؟ بس رامي ليه ما بتدخل على كنيسه؟ ما بدخل لانه انا غير مسلم، لانه دخول. لا، هيدا بزعمك هيك، هيدا مش زعمي. انا عم بس انت عم تقولي هيك او عم هذا بحكي بعد الراي الاخر. بس بعد هيدا الآخر. انا كمسلم منو اعتقادي هكذا، بس هذا لا يعني انه انا بانسانيتي ما كون. عم اقول لك انا عايش بالاشرفيه. يعني هل تعتبر ان شيخ الازهر عندما دخل مع بابا روما بالامارات الى الكنيسه اخطا؟ هيدا دخلوا بلقاء او دخلوا دخل الى الكنيسه مع هو مع البابا. هو له صفه الازهر بذاته، انت بتعرف الدين اكثر من ما له. لا، له صفه دينيه. هي عم تسالني انت، ما هو انا شو له صفه؟ لانه له صفه دينيه اكثر من شيخ الازهر، يعني لها دلاله. هو عنده صفه، انا ما عندي صفه. اذا غير مسلم عايدني بقول له كل عام وانت بخير. اصلا في كثير امتعاض من غير المسلمين من المسلمين اللي قعدوا يحطوا شجره. شو بدنا فيهم؟ واللي قعدوا مين قال لك؟ واللي قعدوا انه في كثير ترحيل. شو دخلهم؟ لا 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 تزمت. لا 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 نص المسلمين الذين لا يعرفون دينهم اذا حط شجره واعتقد بها. هيدا الشيخ خليه يجاوبك على السؤال. ما عم بحكي على الشجره، شيل من الشجره. ايوه حسين، صار في عزا بكنيسه
بتفوت بتعزي صديق لإلك؟ إذا كنت بعرفه أكيد. لا، بالمراسم التي تجرى لما بيكون في عادات خاصة شو بتعمل؟ بهم لا أدخل إلى الصالون أو المكان اللي ليه تقوز فيه. لأنه هيدا الأمر يناقض ديني دين الإسلام، يناقضه بشكل لا صحيح ونص. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فضل رد عليه. لا أنا عم بحكي بأن هذا يناقض هذا. بدك أحكي ولا لا؟ فضل أكيد. أنا بدي أقول لك شيء، أنت مين مرجعيتك؟ أنا ما قلت عن هاي. مين مرجعيتك؟ أنا مسلم. أنت قلت لي إن الدين عند الله الإسلام. أنت اليوم استشهدت بكلام المفتي الشيخ علي جمعة. طبعا المفتي الشيخ علي جمعة استدل بقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ونحسن إليهم. خليني أكمل لك. أكيد هذا مش بسلوكي موجود. ما بينهانا القرآن إذا ما عايدتك من التعامل أنا هنتك. خليني أكمل لك. ما عم بتسكت أنت تسمع. تفضل. ما بينهانا القرآن والإسلام عن معايدة غير المسلمين لأجل اعتقاد أو مذهب أو دين. كل الآيات اللي تحدثت عن غير المسلمين حكت عن عداوتهم، حكت وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولكن أنا بدك تاخذ من علي جمعة اللي بيعجبك واللي ما بيعجبك ما بتاخده. لا أنا مسلم سني أشعري العقيدة، شافعي الفقه، بأخذ من المذاهب الأخرى. بس أنا ما بعايد أنا مني شيخ. طب عند مين أنا تتلمذ؟ أنا أهل السنة والجماعة كلهم بالعالم هيك. طب عند مين تتلمذ؟ مين في من أهل السنة بيقول ماري كريسمس؟ أنا عم بسألك مين بيقول؟ عم بحكي تقول كل عام وأنتم بخير، ما عم بحكي ماري كريسمس. طب ما عم أقول لك أنا بقول كل عام وأنتم بخير. هلا أنت غيرت. لا ما غيرت. حسين حسين أنت بدي أرجع أروح على اللي قلته بالبداية، الخلط ما بين عملك المهني وبين تشددك الديني. حسين خريس متهم متهم انه مقرب من الجماعات المتطرفه الدينيه، جبهه النصره بتسمي داعش الدوله الاسلاميه. هيدا بيعرف انه الاشعري والاشاعره هن نقيض عقيده هؤلاء الجماعات وما إلها علاقه تغطيتي عن جبهه النصره او عند اللي بتقول عن داعش. شو بتقول عن داعش؟ شو بتسميهم؟ تنظيم الدوله. هني بيسموا نفسهم تنظيم الدولة. بس انت عم تتبنى هالشي، ما بتقول داعش ولا لا تنظيم الدولة المكنة داعش اذا بدك او المعروف بداعش. انت مظلوم لما ينقال عنك الاعلامي المتشدد والارهابي. ما لي علاقة لا بجبهة النصرة لا فكريا ولا غير فكريا. العمل المهني اقتضى وجودي هناك كما يقتضي وجودي الآن في أي منطقة من مناطق تتذكر العالم. تتذكر تغريدة مريم البسام اللي قالت ما حسبت نفسي أنه عم درب إرهابي؟ إيه شو يعني شو؟ إذا هلأ مريم قالت البسام عنك بدك إرهابي. إيه شو إذا هي صنفتني إرهابي أنا بكون إرهابي؟ الشيخ بيعرف أنه الأشعري يناقض كل العقائد الأخرى الموجودة والسائدة من الجماعات المتطرفة التي تتبنى فكرا لا يعني هو مناقض تماما للعقيدة الأشعرية لأهل السنة والجماعة. حسين تطمح أو يعني لك أنه يكون لبنان موجود في حكم إسلامي؟ لا مش بلبنان. فإذا أنت تناقض مش بلبنان وين؟ لأنه على الإسلام دين دنيا ودين. مش مظبوط كلامك يا شيخ. عم بحكي مش مظبوط كلامك. لا لعلك ليش أنا أبحث عن العدل. الدول الغير مسلمة في العالم مثل السويد وغيرها هي قريبة من التطبيق العملي للعدالة الإسلامية أكثر من الدول المصنفة نفسها أنه هي إسلامية. حسين أنت ما خسرت شغلك بالأم تي في بسبب تشددك الديني؟ لا خسرت شغلي بالأم تي في برأيي أنا بسبب عدم قدرة الأم تي في على إكمال المجابهة والمواجهة لحزب موجود في لبنان ومبلومون. حزب موجود بلبنان. نعم أي حزب؟ يلي الحزب الأقوى بلبنان. حسين الملتزم دينيا بتسمع موسيقى؟ مبلومون إيه بس هي بحسب أنا ما أعرف مش كل الموسيقى حلال. الفن حرام. مش كل أغاني فضل شاكر اللي أنت هالقد بتحبه وهالقد بتدافع عنه. إيه. شو بتختلف عن أغاني وائل سوري؟ لا ما أنا ماني مفتي. أنا ماني مفتي بس تسمع أنا ما لفضل. في فرق بين أنه الواحد يرتكب محرم أو معصية أو يكون مقصر بالدين وفرق أنه يداهن بعقيدة آخر
بتنسف له عقيدته. بتقول انا ما بسمع الاغاني اللي فيها تكفير اللي فيها اثار. لا انا ما بسمع الكلمات نعم اللي بيكون فيها مثلا مخالفه للعقيده او مخالفه للاسلام او تجرؤ على الله او استهزاء بالملائكه او استهزاء بالانبياء. يعني مثلا ما بسمع كلمه بطلت صوم وصلي بدي اعبد سماكي. نعم. هي غنية كلها شو؟ تدعو الى الكفر. يعني غنية تافهه من اولها لاخرها. انه ممكن اسمع بعض الاغاني اللي ما بيكون فيهم كلمات كفريه بس انا بتتغزل باغاني فضل شاكر وانت متهم انك انت بتدافع عن مش فضل متهم شاكر. صديقي فضل شاكر وملفه كلياته عنده ما ظلم عملنا نفسه فيلم طويل عريض. ظلم نفسه فضل شاكر في تشدده الديني في مطارح كل انسان بيظلم نفسه فيها. جوهر تفكيري انا اعامل الناس بانسانيتي وسلوكي الحسن وبفرجيه جمال ديني واخلاق ديني. نعم. بس انا عم بحكي اذا بدي احكي فكريا وعقائديا اما في اسلام او واما في غير اسلام غير الاسلام شو هن يعني بالنسبه لك غير المسلمين يعني بالنسبه لك عفوا اما اسلام واما كفار ايه حسين بعرفك جريء انا بعرفك جريء حسين ايه ايه قل لي فكر اما اسلام اما كفار ما المشكله انا بدي اقول يا ريت انا بدي اقول دور فرانسواز انت كافره بنبوه محمد ام لا هذا غير موضوع هل انت كافر انا عم اخذه على غير محل الموضوع الأديان. انت كافره بنبوه محمد انا بحترم كل باعتقادك الأديان. انت من إيه؟ لا يؤمن ان المسيح اله يدخل ملكوت السماوات ام لا نحن هذا نقاش فكري ليش عم تاخذني على الحرب الاهليه هلا هذا موضوع واسع كثير بحكي انه لو الخطباء انا ما احنا بلد في عيش مشترك انا عم لو الناس بتحمل فكرك صار انا حرب اهليه بكره علي بركات وين بتختلف مع حسين انا بتفق مع حسين انه المسلم مسلم يعني السني والشيعي نحن ربنا واحد صلاتنا نعم. واحدة قرآننا واحد حجنا واحد زكاتنا واحدة بس النقطة اللي هو قال انه هو يعني ترك مذهب التشيع وراح على المذهب السني كرمال الاسناد نحن معروفين المذهب الجعفري يعني والامام جعفر الصادق هو حفيد رسول الله هو استاذ ائمتنا وهو عادي. استاذ لأئمة نعم. السنة نعم. فأحاديث الشيعة هي مسندة عبر أئمتنا يلي نعم. هن بيتسلسلوا للحديث يلي تختلف معه بهذا الأمر ولك هذا خياره بالنسبة لك المسيحي كافر؟ لكن احنا عنا أول شغل الكفر هو الطمر يعني طمر الشيء نعم. فلما أنا أقول أنا غير مسلم يعني أنا طمرت مثلا لا أعترف بنبوة محمد شو خلص هل تعتبر نفسك بعد كل هالحديث حسين متطرف أم منفتح؟ أنا مش متطرف أنا متشدد في التزامي بعقيدتي الإسلامية أنا إنه ما أخرج عن إسلامي هيدا الأمر أنا التشدد ألا يتنافى مع الحضارة مع الانفتاح يعني أنا مع الحوار أنا سلوكي وإنسانيتي مع غير المسلمين مشهود لها وهيدا رامي نعيم موجود سين خريس شكرا كثير لحضرتك ما بدي حدا يفهم انه انا اذا ما اتفقت بفكره دينيه مع الاخر وما سيرته فيها نعم. معناتها انا ضده بوجوده معي او بحياته معي انا بالعكس انا خادم لكل شركاء الوطن وكل نعم. العالم بتعرف